صباح الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس البنات. اليوم جيتكم فيديو جديد نقدم لكم في تشكيله مربات، سواء صيف ولا منجبات ولا قنادر ولا ديشاديش، كل منطقه كيفاه، ولا بدعيات، كل منطقه كيفاه يسموها. خليكم البنات مع الفيديو، مشاهده ممتعه. عندنا البنات الموديل الاول، هذه العروب. واو، هذه جايه كل باطو ديال هذيك الفولا. تعود معنا الموديل مم، هذه جايه بالكاب. يعجبني البنات الموديل تاع هذه، باسكو جايين مستورين بليمون، شاك دوري في وحده في بيت شيخه ولا دور بهم وهي مرتاحه. ميم لي دايره هكذا فولار في الدار ولا خيمه تكون مرتاحه بهم. هذه جايه ستيل جلابه، عاملك بالجياب. فيها هذاك الحزام في الوسط. دوك البنات مع الاخر نخلي لكم الصور تاع هذو لي موديل كامل اللي فاتوا علينا. هذه دايرتها ميدي، ولو بزاف دوك البنات يحبوا لي روب ما يكونوش طوال بزاف، يحبوا يكونوا شويه ميدي هكذا، صح يعني هما مريحين في خدمه الشغل. هم ان لي فوتو، باسكو توجور تقولوا لي ساره حطينا لي فوتو حطينا لي فوتو، وليت نحط لكم ثاني لي فوتو تاع لي موديل. هكذا البنات الفيديو تاع نهار اليوم خلاص، نتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنساوش تدعموني بلي لايك ومشاركه الفيديو مع صحابتكم مع حبيبتكم، وتابوني في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليكم البنات في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.